تحدثت أنباء صحفية مؤخرا عن أول لقاء جرى بين الفنان المصري عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني بعد حوالي عام عن انفصالهما. وذكرت الأنباء أن هذا اللقاء لم يكن جيدا على الإطلاق، وقد التقيا في أحد المنتجعات السياحية حيث قام دياب بتصوير أغانيه، وكانت تتواجد هناك دينا للسياحة. وعندما اقترب أحد الأصدقاء المشتركين الذي كان برفقة عمرو دياب لإلقاء التحية على دينا، تجاهل عمرو دياب وجودها بشكل كامل، مما جعلها في موقف حرج. وشكل انفصال ثنائي عمرو دياب ودينا الشربيني صدمة كبيرة للجمهور في الفترة الأخيرة، وخصوصا بعد ظهورهما معا في فيديو كليب أغنية أماكن السهر بلقطات رومانسية، وبدت وهي تحتضنه وترقص أمامه، ليبرز الكليب مدى الحب والانسجام الكبير في علاقتهما، ليأتي الانفصال بعد ذلك. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.